السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، صبحكم الله بالخير والسعادة. حياكم الله ويانا في حلقتنا لليوم من برنامج صباح الشارقة، طبعا مع بداية الأسبوع. نتمنى أن يكون أسبوع بالتأكيد ناجح لكم وموفق. نرحب بالجميع على أمل أن حلقتنا لليوم تنال إعجابكم، وبالتأكيد فقراتنا اليوم كالعادة متنوعة ومتجددة، وبالتأكيد معنا أيضا الفقرات الثابتة اللي تعودتوا عليها مع كل بداية أسبوع، مثل فقرة الطبخ ويا الشيف ماجد الصباغ، وأيضا سؤالنا سؤال الأسبوع، أو مثل ما تعودتوا أنه دائما في بداية ونهاية الأسبوع يكون عندنا سؤال، وأكيد جائزته نقدية مقدمة من مؤسسة الشارقة للإعلام. نرحب بالجميع، وفي البداية نتعرف معكم على فقرات هذا الصباح. أيضا مشاهدينا نرحب أكيد بتواصلكم ويانا في البرنامج، سواء عبر أرقام الهواتف اللي بتظهر أمامكم على الشاشة، أو عبر طرق التواصل اللي تعودتوا عليها ويانا في البرنامج واللي أيضا بتظهر أمامكم على الشاشة. بتأكيد من خلال طرق التواصل هذه نرحب بتواصلكم باقتراحاتكم أكيد، سواء خلال الحلقة أو بعد الحلقة، ومثل ما ظاهرة أمامكم على الشاشة الفيسبوك، تويتر، أيضا أونلاين عبر اليوتيوب، طبعا اللي من خلاله يتم عرض كافة حلقات أو برامج مؤسسة الشارقة للإعلام، أيضا إيميل البرنامج والإنستغرام الخاص بالبرنامج. إذن مشاهدينا نحن بانتظار تواصلكم ويانا، ومثل العادة أن في كل يوم سبت يكون معنا الشيف ماجد الصباغ حتى يقدم لنا أكلة جميلة ويقدم لنا مفاجأة جميلة. صباح الخير شيف. صباح الأنوار، صباح الخير لألكي، وصباح الخير للسادة المشاهدين. اليوم إن شاء الله راح يكون معنا فقرة جديدة، راح نحاول نعمل شوي كسر للروتين اللي عم نسويه، فيمكن خليها مفاجأة، لكن راح يكون معنا ضيف وراح يكون طبقنا من الحلويات. أظن اليوم يعني ما أدري، أنا سمعت يقولون أن اليوم قررت أنك تصير مذيع، مو بشيف، قررت أنك تتجه للتقديم. بما أنه الأخ محمد اليوم إجازة منوجه له تحية، فحبيت أكون مذيع يمكن شوي. إن شاء الله. حياك الله يا شيف، وأكيد نحن بعد شوي بنعلن عن المفاجأة الجميلة، ونحن تعودنا حقيقة يعني من الشيف ماجد دائما يقدم لنا مفاجآت حلوة وجميلة. مشاهدينا مثل ما تعودتوا ويانا أن عندنا سؤال يكون يوم السبت ويوم الخميس أيضا. هذا السؤال طبعا سؤال يعني بسيط جدا مقدمة لمشاهدينا حتى يكونوا متواصلين ويانا طبعا في البرنامج، وبالتأكيد جائزتها هي 500 درهم مقدمة من مؤسسة الشارقة للإعلام. سؤالنا سهل جدا، متى سيقام مهرجان المسرح الخليجي في الشارقة؟ متى سيقام مهرجان المسرح الخليجي في الشارقة؟ أتوقع أن الجميع يعرف إجابته، لأن الكل بانتظار طبعا هذا المهرجان المميز اللي ننتظره من دورة للثانية، وأيضا يعني اللي يتابع قناتنا أكيد بيشوف من خلال الإعلانات الدائمة عن هذا المهرجان الكبير والمتميز. اللي طبعا يعرف الإجابة يتواصل ويانا، وجائزة السؤال هي 500 درهم مقدمة من مؤسسة الشارقة للإعلام. طيب بنبتدي وياكم مشاهدينا مثل العادة، تعودنا دائما أن نبتدي حلقتنا ويا الأخبار المحلية، ونبتدي ويا أول خبر ويانا. وزارة الثقافة تطلق اليوم فعاليات الدورة 13 من مهرجان المسرح الخليجي تحت رعاية وحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع. تطلق وزارة الثقافة مساء اليوم السبت فعاليات الدورة 13 من مهرجان المسرح الخليجي للفرق الأهلية بمشاركة 9 عروض مسرحية تضم 6 عروض داخل المسابقة الرسمية، إضافة إلى 3 عروض إماراتية على هامش المهرجان. ويكرم المهرجان خلال حفل الافتتاح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة باعتباره شخصية العام المسرحية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وتقديرا لتاريخ سموه الطويل مع المسرح، تأليفا ودعما ورعاية ومساندة للحركة المسرحية على المستوى المحلي والخليجي والعربي.
أيضا مشاهدينا ننتقل لخبر آخر بعنوان: مجلس إدارة مواصفات يعتمد لائحة العلامة الوطنية للحلال واشتراطات الترخيص باستخدامها. اعتمد مجلس إدارة مواصفات خلال اجتماعه الثاني للعام الجاري برئاسة معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة الهيئة لائحة العلامة الوطنية للحلال واشتراطات الترخيص باستخدامها. وأوضحت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في بيانها أن مجلس إدارتها ناقش وضع آليات لتكثيف الرقابة على السيجارة الإلكترونية التي يتم تداولها بأسواق الدولة لتجنب المخاطر الصحية التي يمكن أن يتعرض لها مستخدموها. وتقرر أن تقوم الهيئة بدراسة هذا الموضوع والعمل على وضع معايير ومواصفات قياسية للسيجارة الإلكترونية وبرامج للرقابة عليها وتنظيم تداولها واستخدامها وعرض مشاريع هذه المواصفات على المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها خلال العام الجاري. ولفت البيان إلى أن المجلس اعتمد 167 مواصفة قياسية خليجية جديدة ومحدثة كمواصفات قياسية إماراتية في قطاعات إنتاجية متنوعة، واطلع على مذكرة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس. هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بشأن قرار اعتماد إجراءات تسجيل المسالخ المقاصب والخطوات التي قامت بها الهيئة حتى وضع هذه الإجراءات بالصيغة المعروضة. وقرر المجلس الموافقة للإجراءات المعروضة وإصدار قرار اعتماد إجراءات تسجيل المسالخ المقاصب. إذن مشاهدينا، هذا الخبر كان حول مجلس إدارة مواصفات، وطبعا المجلس اعتمد لائحة العلامة الوطنية للحلال واشتراطات الترخيص باستخدامها. ننتقل وياكم أيضا مشاهدين لخبر آخر، وخبرنا التالي: مشروع التحصين الغذائي في أفغانستان الذي تموله مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية يزود 18 مطحنة للدقيق بالفيتامينات. ويعد برنامج إغناء دقيق القمح بالمغذيات الدقيقة في أفغانستان أحد البرامج الرئيسية لمشروع التحصين الغذائي الذي تموله مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وتنفذه مؤسسة جين العالمية بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي. ويهدف هذا المشروع الغذائي الحيوي إلى الحد من سوء التغذية والعمل على تقديم غذاء صحي لملايين الأفغان، خاصة الأطفال والنساء والحوامل. وحسب استراتيجية المشروع، فإن من المتوقع أن يفيد نحو 18 مليون أفغاني عند استكمال تنفيذ برامجه في نهاية 2015، وهي برنامج أيدنة الملح، أي إضافة اليود إلى ملح الطعام، وبرنامج إضافة مادة البريمكس إلى دقيق القمح، وبرنامج تصنيع زيت الطعام بإضافة فيتامين من أجل تحسين تغذية الرضع والأطفال الصغار الذين يعانون كثيرا من نقص العناصر الغذائية الأساسية في وجباتهم المنزلية، مثل الحديد بكمية كافية لنمو الطفل وتنميته أيضا. إذن مشاهدين، مشروع التحصين الغذائي في أفغانستان، وطبعا تمولى مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية. طبعا نحن تكلمنا سابقا كثير عن هذه المبادرات الطيبة اللي طبعا تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة، ودائما الإمارات طبعا سباقة في هذا المجال. تكلمنا كثير وقلنا ان اليوم الدور اللي تقوم به دولة الإمارات ايضا، يعني الوقفات الإنسانية اللي ربما ما نشوفها يعني من دول اخرى موجودة في دولة الإمارات، هي شيء اساسي اليوم نحن على مدار العام. طبعا نكون عارفين ان في الكثير من الحملات، كثير من المعونات، كثير من المبادرات الانسانيه اللي يمكن ما سمعنا عنها من قبل، مو بس يعني في دول معينه انما على مستوى العالم. اليوم اي دوله تكون متضرره اكيد الامارات تكون موجوده وياها من خلال هذه الحملات، من خلال ايضا التعاون والتكاتف الكبير بين كل المؤسسات الخيريه والانسانيه الموجوده في دوله الامارات العربيه المتحده. ننتقل معكم أيضا مشاهدينا وخبر آخر: وزارة العمل تطلق مبادرة خبرات من الميدان لتبادل التجارب بين القطاعين الحكومي والخاص. أطلقت وزارة العمل مبادرة خبرات من الميدان بهدف تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة في مجال تبادل الخبرات والتجارب والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال خدمة المتعاملين.
وقال خليل خوري مدير إدارة مراكز الخدمة تسهيل بديوان وزارة العمل في أبوظبي أن المبادرة التي أطلقتها الإدارة من شأنها المساهمة في تطوير آليات العمل ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الإنتاج، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على تقديم الخدمات المتميزة للمتعاملين. إذن مشاهدينا، هذا الخبر عن وزارة العمل وإطلاقها لمبادرة خبرات من الميدان لتبادل التجارب بين القطاعين الحكومي والخاص. أيضا تكلمنا سابقا وفي حلقات سابقة عن أهمية أيضا هذه المبادرات، أهمية هذه اللقاءات اللي فعلا تزيد من خبرات الطرفين سواء من المجال الخاص أو من المجال الحكومي. اليوم مثل هذه اللقاءات، مثل المبادرات، مثل هذه المؤتمرات اللي تصير، كل يعطي من خبرته، كل شخص يعطي من خبرته، وبالتأكيد اليوم الشخص مجرد مروره بأكثر من خبرة أيضا تجاوبه وتفاعله ويا إخوانه من القطاعات الأخرى بالتأكيد بيزيد من كفاءته الوظيفية، بيزيد أيضا من طريقة تعامله، لأن اليوم لكل شخص طريقة تعامله، وبالتأكيد هذه الخبرات مجرد التقائها بتضيف لي كل شخص. اليوم مثل هذه المبادرات فعلا تساهم بشكل كبير في خدمة المتعاملين. اليوم بالتأكيد العميل يوم عنده شيء معين وجاي يخلصه، فبالتأكيد يبغي الأمور تمشي على ما يرام. اليوم أيضا لهؤلاء الموظفين دور كبير طبعا في تسهيل هذه الأمور بالنسبة للي عنده معاملة بالتأكيد ويبغي ينهيها. ننتقل وياكم مشاهدينا لخبرنا الأخير عن حالة الطقس. وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس اليوم مغبرا وغائما جزئيا أحيانا، وتكون الرياح معتدلة بوجه عام نشطة السرعة أحيانا خاصة على البحر شمالا وعلى المناطق المكشوفة، وقد تكون مثيرة للغبار والأتربة أحيانا نهارا، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وصباح الأحد، وقد يتشكل بعض الضباب الخفيف على بعض المناطق خاصة الشمالية. الرياح جنوبية غربية شمالية غربية من 18 ل 35 كيلومتر في الساعة على اليابسة نهارا، وتكون غربية شمالية غربية من 25 ل 45 كيلومتر في الساعة فوق البحر، وتخف سرعة الرياح ليلا فوق البحر وتصبح خفيفة متغيرة على اليابسة. البحر مضطرب نهارا خاصة شمالا، ويبلغ ارتفاع الموج ما بين قدمين وثلاثة أو أربعة أقدام قرب الساحل وخمسة إلى سبعة أقدام بالعمق، ويبلغ أعلى مستوى للمد عند الساعة 3:31 ظهرا، وأدنى مستوى للجزر عند الساعة 9:00 صباحا. هذا والله أعلم. وطبعا حالة الطقس دائما نوافيكم فيها بالتعاون طبعا وبمتابعة ويا المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل. متواصلين وياكم مشاهدينا، ولكن بعد هذا الفاصل. يسعد صباحكم من جديد مشاهدينا الكرام، مازلنا متواصلين وياكم، ونذكركم بسؤالنا في هذه الحلقة. سؤالنا: متى سيقام مهرجان المسرح الخليجي في الشارقة؟ طبعا يعني اللي متابعنا من بداية الحلقة أكيد أنه بيكون عرف الإجابة، ولكن نحن نبغي الفترة من متى لمتى بيكون هذا المهرجان. وفرصة نتكلم شوي عن مهرجان المسرح الخليجي. هذا المهرجان يعني اللي نقدر نقول أنه الأفضل والأضخم على مستوى الخليج وربما على مستوى الوطن العربي أيضا. اليوم أغلب المسرحيين طبعا دائما شكواهم من قلة هذه المهرجانات، وإن كانت بعض المهرجانات أو هناك بعض المهرجانات، ولكن ما تعطي للمسرحيين حقهم طبعا من خلال لقائهم، من خلال العروض المسرحية المقدمة. اليوم طبعا وفي إمارة الشارقة وبشهادة الجميع، جميع الفنانين المسرحيين طبعا اللي مثل ما قلنا يشتكون دائما من قلة هذه المهرجانات، وربما الاتجاه كثيرا للدراما شوي يعني أخفق في حق المسرح العربي، ولكن اليوم عندما يكون المسرح العربي والوطن العربي عند رجل مثل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، هذا الرجل الداعم والمساند دائما للمسرح العربي، فبالتأكيد أن بيكون في مثل هذا المهرجان في إمارة الشارقة. هذا المهرجان طبعا ننتظره من دورة للأخرى
واليوم طبعا هي الدورة 13 اللي بتنطلق في إمارة الشارقة، وبتكون بمشاركة 9 عروض. هذه العروض 6 منها أساسية وثلاثة أيضا 3 عروض على هامش المهرجان، وهذه العروض الثلاثة على هامش المهرجان أيضا هي عروض إماراتية. اليوم أيضا من خلال هذا المهرجان بيتم تكريم صاحب السمو حاكم الشارقة، كونه الرجل الداعم والمساند دائما للمسرح الخليجي والعربي، سواء من خلال التأليف، سواء من خلال الدعم المعنوي والمادي، من خلال الدعم الكبير بإقامة هذه المهرجانات اللي فعلا تحتفي بكافة المسرحيين في الوطن العربي. يمكن من خلال متابعتكم للدورات السابقة، من خلال متابعتكم طبعا للتغطيات الخاصة عبر مؤسسة الشارقة للإعلام، أو بالحضور أيضا للمهرجان، تلاحظون طبعا هذا الحضور الكثيف والكبير لكافة أيام المهرجان حقيقة. يعني الدورة السابقة من أول يوم لآخر يوم كان يعني الحضور بشكل كبير جدا، وأيضا لقاء الفنانين، لقاء المسرحيين، وهذا الحضور يدل على الثقافة المسرحية اللي موجودة عند أبناء الشارقة وأبناء الإمارات. لأن اليوم يمكن نشوف دائما حضورهم يكون، أو الحضور بشكل عام يكون للفعاليات الأخرى في الدول الأخرى، يعني يمكن العروض المسرحية ما تلاقي هذا الإقبال الكبير من الجمهور، ولكن في إمارة الشارقة يتم حضور هذه العروض المسرحية، يتم الاستمتاع بهذه العروض المسرحية. ما ننسى أيضا الحملات يعني المكثفة للترويج لهذا المهرجان، ومثل ما ذكرنا أن يمكن هذا المهرجان الأكبر والأضخم على مستوى الخليج والوطن العربي اللي يحتفي بكافة المسرحيين. عموما طبعا هذه الدورة أكيد بتكون مميزة كغيرها من الدورات السابقة. ننتقل وياكم مشاهدينا طبعا لأخبارنا المنوعة، وطبعا هذه الأخبار نحاول من خلالها أن نقدم لكم المعلومة الخفيفة والمفيدة، وأيضا يعني دائما محمد ثناء يحاول يختار لنا الأخبار اللي يمكن دمها خفيف وتوصل لنا المعلومة بطريقة جميلة. نبتدي وياكم ويا أول خبر عن الركض في الصيف، منافع وخطوات. طبعا يعني نعرف أنه يمكن المتعودين على ممارسة الرياضة يعانون نوعا ما من درجة الحرارة خلال فصل الصيف للرياضة، للاستمتاع بممارسة رياضة الجري خلال الأجواء الحارة كما هو الحال هذه الأيام بالطبع، خاصة مع قدوم فصل الصيف والارتفاع الملحوظ الذي نشهده في درجات الحرارة. وكي لا يصاب الإنسان بأي أذى محتمل، أوصى موقع هيلث داي في تقرير خاص أن الأشخاص الذين يرغبون في ممارسة رياضة الجري أو الركض بارتداء ملابس رياضية خفيفة، ويفضل أن تكون بيضاء اللون حتى تعكس أشعة الشمس الحارقة، فيما لا ينصح بارتداء السراويل القصيرة، بل يفضل ارتداء الكنزات ذات الأكمام الطويلة، وذلك للحد من تعرض الجسم للأشعة الضارة للشمس. وطبعا مشاهدينا الوقت الأمثل للركض يكون بالتزامن مع الدقائق الأولى لشروق الشمس أو حين غروبها، وتجنب الفترات التي تسطع فيها خاصة من الساعة 9 صباحا إلى 3 عصرا، وهي الفترة التي تشهد إطلاق أكبر قدر من الأشعة فوق البنفسجية. كما يفضل تناول المياه والعصائر الطبيعية بشكل مستمر أثناء الركض لتعويض السوائل التي يفقدها الجسم، ومن الأفضل الركض على الأرضيات الرملية أو الخشبية كما هو الحال في الصالات المغطاة، والابتعاد تماما عن الجري على الأسفلت لتجنب الأضرار التي قد تصيب مفاصل الجسم خاصة الركبتين، والحد من فرص حدوث إصابات بالجسم في حال السقوط على الأرض. إذن مشاهدينا هذا التقرير عن يعني ممارسة الرياضة في فصل الصيف، ينصحون طبعا أن دائما تكون ممارسة الرياضة يعني أول دقائق في شروق الشمس أو عند غروبها، وطبعا هذا الوقت اللي ما يكون فيه الأشعة القوية طبعا أو الأشعة الضارة للشمس. من خلال هذه الفترات تستطيعون الاستفادة من الأشعة النافعة. أيضا ما يرجحون أن تلبسون يعني ألوان غير الأبيض، لأن الأبيض نوعا ما يعكس حرارة الشمس حتى ما يصاب أيضا الجسم بدرجة حرارة عالية. أيضا ارتداء الكنزات الطويلة حتى أن ما يتعرض الجسم أو الجلد ما يتعرض لهذه الأشعة. وطبعا حذروا من
ممارسة الرياضة خصوصا من الساعة 9 صباحا لـ3، لأن هذه الفترة طبعا اللي تكون فيها الشمس ساطعة جدا، وأكثر فترة طبعا ممكن أن يكون فيه الأشعة الضارة. وأيضا فضلوا أن يكون في أماكن مغلقة، يعني سواء الصلاة المغلقة، أيضا ممارسة الرياضة على الخشب أو الأرضيات، أيضا تجنبا لحدوث أي أضرار في الركبتين، أيضا تجنب في حال إصابة الشخص يعني النطاح أو شيء، فبالتأكيد ممكن أنه ما يتعرض لأي ضرر. ننتقل وياكم أيضا مشاهدينا لخبر آخر أو دراسة. ممارسة الرياضة الإيقاعية تساعد في تحسين الذكاء. أثبت العلماء الكنديون أن الأشخاص يصبحون أكثر ذكاء عند ممارستهم الرياضة الإيقاعية. وتوصل العلماء إلى هذا الاستنتاج من دراستهم لتأثير الرياضة والنشاط البدني على الدماغ. واختار العلماء 90 امرأة ما بين 70 إلى 80 سنة تطوعن لإجراء الاختبار. جميعهن يعانن من مشاكل في الذاكرة، وخاصة من مشكلة التركيز والانتباه. قبل بداية الاختبار تم عمل تصوير للدماغ بالرنين المغناطيسي، جرى خلاله تثبيت مقاسات الحصين هيبوكامبو، وهو جزء الدماغ المسؤول عن الذاكرة. بعد ذلك بدأت المشاركات في الاختبار بممارسة التمارين الرياضية لمدة ساعة مرتين في الأسبوع خلال 6 أشهر. وقسمت المشاركات إلى 3 مجموعات حسب نوع التمارين الرياضية التي تمارسها المشاركات: تمارين المرونة وتمارين القوة وتمارين الرياضة الإيقاعية. وبينت نتائج الاختبار أن مقاسات الحصين لدى نساء المجموعة التي مارست تمارين الرياضة الإيقاعية ازدادت، في حين لم تتغير مقاساتها لدى نساء المجموعتين الأخرتين. إذن مشاهدينا، هذا الخبر أيضا أو هذه الدراسة عن ممارسة الرياضة الإيقاعية تساعد في تحسين الذكاء. وتم الاختبار مثل ما ذكرنا في الخبر على 90 امرأة ما بين 70 و 80 سنة طبعا. وبينت يعني التحاليل أو الفحوصات أو النتائج بشكل عام أن مقاسات الحصين لدى نساء المجموعة اللي مارسن الرياضة الإيقاعية ازدادت، بينما الأخريات ما ازدادت عندهم هذه النسبة. ننتقل وياكم لخبر آخر. ما أدري محمد قاعد يعطيني معلومات بعد عن الرياضة الإيقاعية. شو تقول محمد؟ شو لازم تكون في مجموعات؟ خلاص خذوا بنصيحة، هذه دراسة محمد ثناء طبعا اليوم، أنه خليكم في مجموعات ومارسوا الرياضة الإيقاعية. شو تبى الجمباز محمد؟ خلاص ننصح مشاهدينا. إذن مشاهدينا ننتقل وياكم لخبر آخر عن تطوير إسفنج فعال لامتصاص الزيت العائم في البحار. توصل علماء سويسريون من مركز أبحاث المادة إمبا إلى إنتاج مادة من السيلولوز النانوي الطبيعي يعد بتنظيف البحار من البقع الزيتية العائمة الناجمة عن التسرب أو عن غرق ناقلات النفط الضخمة بطريقة سهلة وسريعة واقتصادية. وذكر العلماء السويسريون أن هذا الإسفنج يشكل الورق القديم والقش أساس مادته، يمتص النفط بقوة لكنه لا يمتص الماء، وهو ما يميزه عن الإسفنج العادي. وجرى في المختبر تجربة الإسفنج السيلولوزي على بقع نفطية، فتمكن العلماء من تنظيف سطح الماء من النفط، لكن قطع الإسفنج حافظت على شكلها الصلب رغم أنها امتصت زيتا أثقل من وزنها 50 مرة. وهكذا تمكن العلماء من التقاطها مجددا من الماء بسهولة بواسطة ملقط. وذكرت الباحثة تينا زيمرمان من مركز أبحاث المادة إيمبا أنهم نجحوا في المختبر وخلال ثواني من تنظيف مختلف المواد العائمة على سطح الماء، بينها بقع النفط الخام، زيت المحركات، زيت السيليكون، الإيثانول، الأسيتون والكلوروفورم، إلا أن عطش السيليلوز النانوي للبقع الزيتية كان أكبر من غيره، وتمكنت قطع صغيرة منه من امتصاص قدر وزنها 50 مرة من الزيت دون أن يتغير شكلها. إذن مشاهدينا، تطوير الإسفنج يعني فعلا فعال لامتصاص الزيت العائم. طبعا توصلوا هذا العلماء طبعا لهذا الاستنتاج عن
مثل ما قلنا يعني السيلولوز النانوي. نحن نعرف انه يتم استخدام السيلولوز النووي او هذا هذه الماده بشكل عام قديما، ولكن جميل هذا يعني اللي وصلوا له العلماء، لانه فعلا بينفع بشكل كبير خصوصا في الاماكن او بعض الدول اللي يمكن فيها تعرض كثير للتلوث المائي، ايضا فيها كثير مثل ما ذكرنا في الخبر يعني بعض ناقلات النفط، مخلفات المراكب، هذا الامر اللي يعني يشكل خطوره كبيره على البيئه. فبالتاكيد مثل هذا الابتكار او مثل هذه الدراسات بتخدم بشكل كبير. من خلال هذا الخبر مشاهدينا مثل ما تابعتوا ويانا ان هذا السيلولوز النانوي يعني مجرد ما حطوه في الماء اللي عليه نفط فمسك كل هذا الزيت لكنه ما مسك الماء، فبتأكيد بيكون جاذب لهذه البقايا أو المخلفات الموجودة في البحار ولأكثر من نوع أيضا. وهذه المادة أو هذا الورق شل يعني أكثر من وزنه 50 مرة، فأعتقد أن هذه الدراسة بتكون مفيدة جدا خصوصا في بعض الدول اللي تعاني من التلوث أو تعاني من الكثير من المخلفات الموجودة في البحار. أيضا مشاهدينا ننتقل لخبر آخر أو الخبر الأخير في أخبارنا المنوعة. محمد ثناء طبعا قبل كم حلقة تكلمنا عن يمكن التثاؤب أو الابتسامة أنها ممكن تكون معدية، لأن هاي أو هذا يسمونه العدوى البصرية، لكن اليوم بنتكلم عن الإجهاد. أيضا الإجهاد قد يكون معديا. من خلال هذا الخبر توصل باحثون في ألمانيا إلى أن الإجهاد يمكن أن يكون معديا مثله مثل التثاؤب، وقالوا أن مجرد مراقبة شخص في حالة إجهاد غالبا ما يجعل جسم الشخص المراقب يطلق هرمون الإجهاد المعروف بالكورتيزول، وهي ظاهرة يسمونها الإجهاد بالتعاطف أو الإجهاد تعاطفا. وكان الباحثون بقيادة تانيا سينجر مديرة قسم علم الأعصاب الاجتماعي في معهد ماكس بلانك للعلوم المعرفية الإنسانية والمخ ومقره لايبزيغ، وكليمنس أيضا كيرشباوم أستاذ البيولوجيا النفسية بجامعة دريسن للتكنولوجيا. ونشرت الدراسة بمجلة متخصصة في أمراض الغدد الصماء العصبية والنفسية. وأخضع الفريق البحثي 151 شخصاً لعوامل إجهاد مثل عمليات حسابية ذهنية معقدة ومقابلات وظائف. وكان للأشخاص الذين خضعوا للاختبار 211 قريناً مراقباً بأشكال مختلفة يشاهدونهم بشكل واقعي من خلال مرآة ذات اتجاه واحد أو عن طريق بث تلفزيوني حي. وكان القرناء إما من أفراد أسرة الشخص الخاضع للاختبار أو كان شخصا غريبا من الجنس الآخر. وقال الباحثون أن بشكل إجمالي أظهر 26% من المراقبين زيادة كبيرة في إفرازات هرمون الكورتيزول، ووصل هذا الرقم إلى 40% عندما كان الشخص الخاضع للاختبار أحد أفراد أسرة المراقب مقارنة ب 10% للغرباء. وقالت فيرونيكا إنجرت مساعدة باحث في معهد ماكس بلانك: هذا يعني أن حتى البرامج التلفزيونية التي تضعني في مواجهة معاناة الآخرين يمكن أن تنقل إجهادهم إلي. إذن مشاهدينا الإجهاد قد يكون معديا، يعني حاولوا أنكم ما تجلسون ويا أشخاص تعبانين نهائيا، أي شخص تشوفونه مجهد ابتعدوا عنه، لأن من خلال هذه الدراسة سووا هذه الدراسة أو هذا البحث طبعا من خلال مجموعة من الأشخاص وكان لهم أقران، أيضا الأقران اللي موجودين يوم كانوا مراقبين لهم، فبالتالي الأشخاص اللي كانوا مجهدين انتقل هذا الإجهاد لهم، لأن الجسم مجرد مراقبة الشخص المجهد ممكن أنه يجعل الشخص يفرز هرمون الكورتيزول وهو المسؤول عن هذا الإجهاد. وطبعا مشاهدينا يعني نتمنى أنكم ما تقعدون مع حد مجهد، لأن هذا يسمونه الإجهاد بالتعاطف أو الإجهاد تعاطفا. محمد ثناء دائما خلك نشيط كالعادة، لأن لو جيت يوم مجهد صراحة لا تلومني وتقولي طالعة في الحلقة مجهدة. طاقة طاقة مو بطاقة إيجابية أو سلبية، لكن في النهاية لازم تكون محمد ثناء دائما ما تكون مجهد نهائيا، تكون دائما كالعادة نشيط، لأن إذا في حلقة من الحلقات طلعت مجهدة فلا تلوموني اليوم هذا الإجهاد معدي جدا. طيب هذه مشاهدينا كانت أخبارنا المنوعة، وبالتأكيد نحن نحاول
في كل حلقة أن نقدم لكم هذه الأخبار حتى تستفيدوا من بعض المعلومات اللي يمكن نحن دائما إذا قرأنا حتى نمر عليها مرور الكرام، ولكن في النهاية هي معلومات مفيدة جدا للشخص ومعلومات يمكن يجهلها، نحن نحاول من خلال هذه الأخبار أن نقدمها لكم. بننتقل وياكم مشاهدينا لتقريرنا القادم، وتقريرنا عن رياضة الغوص منذ القدم في الإمارات، وطبعا هي من أهم الرياضات البحرية والآن تطورت كثيرا وبشكل كبير لتصبح متاحة لدى العديد سواء هاوي أو محترف. خلونا نتعرف أكثر مشاهدينا عن الأدوات المستخدمة في هذه الرياضة من خلال هذا التقرير وراجعين. منذ عقود طويلة كان الغوص مهنة يكسب بها أجدادنا لقمة عيشهم، أما اليوم فقد تحولت هذه المهنة إلى وسيلة ترفيه تتراوح كلفتها بين 5000 إلى 12000 درهم بحسب أدواتها ومستلزماتها الكثيرة. يوجد نوعان من الغوص هما غوص السكوبا والغوص الحر. هنتكلم الآن عن الغوص الحر أو بسموه زي في الإمارات الحياري فري دايف. الغوص الحر بيختلف عن الغوص السكوبا إن ده من غير أكسجين، من غير استخدام سلندر. هذا بيستخدم بس بيعتمد على الزعانف وعلى النظارة. هذا بتيجي مثلا موى على بني أو أزرق، أزرق غالباً بيستخدموه في المحيط. هاي مثلاً هبتيجي عبارة عن كتايتين، عبارة عن بنطلون مع الجاكيت مع الهود أو غطاء الرأس. هنتكلم دلوقتي على الاسبيرجان، على المسدسات الصيد. فمسدسات الصيد بتختلف من المقاسات، بتبدأ من المقاس الصغير تقريباً 50 لتقريباً في 140-150-160، وبيختلف الماتيريال، في نوع الألمنيوم، في الكربون، في الخشب. غوص السكوبا يحتاج معدات خاصة كسترة البي سي دي ومنظمات تتحكم بالضغط تحت سطح الماء، إضافة إلى سلندر الهواء المضغوط والزعانف التي تلبس مع حذاء خاص. رح نتكلم على غوص السكوبا. غوص السكوبا هو عبارة عن الغوص بهواء مضغوط. طبعا الغوص بهواء مضغوط لازم له تدريب ولازم له حصص تدريبيه لتعرفه وكيفيه التعرف على الغوص وكيفيه تجنب المخاطر. في الصيف قد يكون الغوص وسيله الترفيه الاكثر متعه لما له من مغامرات واستكشافات لعالم كبير خفي عنا. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، وتعرفنا من خلال هذا التقرير طبعا يعني على هذه الهواية المميزة أو هذه الرياضة المميزة واللي تتميز بها دولة الإمارات من خلال الأماكن الكثيرة والتسهيلات الكثيرة لكل هاوي لهذه الرياضة، أيضا من خلال المشاركات الكبيرة لدولة الإمارات دائما في السباقات الخاصة طبعا الموجودة سواء في الدولة أو خارج الدولة. المشاركات كثيرة جدا والباب مفتوح أمام الجميع للمشاركة، وهذه الرياضة طبعا نعرفها من آلاف السنين طبعا موجودة، وموجودة خصوصا في دولة الإمارات يعني منذ القدم موجودة، وكانت طبعا رياضة أساسية، مهنة أساسية أيضا كانت. ما ننسى أن الغوص زمان يمكن كان مصدر الرزق يعني في الإمارات وفي الجزيرة العربية بشكل عام كان مصدر الرزق، كان أيضا كثير من الـ يعني رحلات الغوص الموجودة اللي تأخذ لها
شهور اليوم الشخص يعني يطلع من مكانه حتى مكان آخر أو دولة أخرى من خلال رحلات الغوص المتميزة هذه، سواء للنقل سواء للبحث عن اللؤلؤ. أيضا اليوم أصبحت التسهيلات موجودة كثير بفضل التطور الكبير اللي نعيشه، فصار اليوم هذه الرياضة سهلة للجميع، كل هاوي كل محب لرياضة الغوص بالتأكيد بيحصل فرصة كبيرة يعني في الدولة. ننتقل وياكم مشاهدينا مثل ما تعودتوا ويانا لتويتر، ومن خلال تويتر نتنقل بين التغريدات المختلفة. اليوم اخترنا لكم يعني الصفحة اللي دائما نختارها هي حقائق سوداء، والله يذكره بخير محمد دائما يقول هذه الصفحة صفحة تحبها أبو هيثم. مرة سألني قال لي ليش تحبين هذه الصفحة، قلت له أول شيء حقائق سوداء تمشي مع العبا، وغير هذا تقدم فعلا معلومات جميلة جدا يمكن ما نعرفها. نبتدي وياكم مشاهدينا ويا أول تغريدة. هذه التغريدة: نفسيا العمر بين 18 ل 28 هي أصعب أوقات حياتك. هذه تغريدة أيضا مشاهدينا: الخجولون أذكى وأكثر جدارة بالثقة من غيرهم. ما أدري، أنا دائما الخجولين يعني يمكن فعلا يكونون أجدر بالثقة، لأن الخجول يحاول دائما أنه ما يتكلم، يحاول أنه يفعل، يكون عنده خجل كثير في أنه يتكلم مثلا، فبالتالي ممكن هذا الخجل الفي أو الطاقة اللي موجودة فيه يطلعها مثلا في عمله في إنجازه. أيضا ننتقل لتغريدة أخرى: أثبتت الدراسة أنه عندما يصبح الإنسان تحت ضغوط نفسية كبيرة فإن جسمه يشتهي الأطعمة الغير صحية بشكل أكبر. يعني اليوم الشخص اللي عنده ضغوط نفسية ممكن أنه يتجه للوجبات الغير صحية، يبتعد طبعا عن يعني الحمية اللي ممكن يكون متبعها، لأن فعلا ممكن الشخص يوم يكون مضغوط نفسيا بشكل عام يعني ما يكون لعد خلق أنه يمشي على حمية معينة أو يمشي تماما بالترتيب، فممكن أن أي شيء قدامه ممكن أنه يأكله، لأن أكيد بيكون متخبط، بيكون عنده هذه الضغوط مثلا تخربط نظام أو جدول اليوم. أيضا مشاهدينا: مشاركة شخص تحبه في مشاكلك تساعد بنسبة كبيرة في حلها. هذا الشيء طبعا معروف، ويمكن دائما نقول دائما عند اتخاذ القرارات أو شيء معين حاول أنك تكون مع العائلة. اليوم يوم تكون أنت مع العائلة، اليوم أنت موجود ويا الأخ الأخت الأب الأم، بالتأكيد وجودك مع هالأشخاص اللي أنت تحبهم بيساعدك في حل المشكلة، بيساعدك أيضا في اتخاذ القرارات الكثيرة، لأنه هذيل الأشخاص يمكن أكثر الأشخاص قربا لك، أكثر الأشخاص اللي ممكن يشوفون الشغلة ينظرون لها من الجانب اللي بينفعك. يعني اليوم نحن نعرف أن كل شخص ممكن يشوف شيء يقتنع فيه يعجبه لكن هو ما يكون مناسب بالنسبة له، لكن اليوم هذيل الأشخاص أكيد بيشوفوا من وجهة نظر أخرى وأكيد بيعطونك يعني الحل. أيضا: تلك الضحكة القوية التي تنبع من الداخل والتي تسبب إفراز الدموع مفيدة جدا للقلب. هذا مثل اللي يقول ان هذا الشخص يبكي مثلا او والله دموعي نزلت من الضحك، هذه مفيدة جدا، وهي الحالة اللي يوصل لها الانسان انه يضحك من الخاطر لدرجة انه طبعا لدرجة انه دموعه تنزل، وان شاء الله يا محمد يا ثناء نشوف دموعك من الضحك اليوم. طيب خلاص كفاية تويتر. طيب ماشي، هذه مشاهدينا كانت بعض التغريدات اللي اخترناها لكم اليوم. ننتقل وياكم لنيويورك. اليوم طبعا من نيويورك عندنا تقرير خاص، وهذه التقارير طبعا هي حصرية لبرنامج صباح الشارقة. بنشاهد من خلال هذا التقرير متحف التاريخ الطبيعي والملاصق لحديقة سنترال بارك، والذي أنشئ قبل أكثر من 150 عاما. يعتبر واحدا من أهم المؤسسات العلمية الدولية التي تختص بدراسة الكرة الأرضية وبالمراحل التاريخية المختلفة. نتابع وياكم مشاهدينا هذا التقرير والمعد خصيصا لبرنامج صباح الشارقة، ولنعودة. أكثر من 150 عاماً تأسس متحف التاريخ الطبيعي في مدينة نيويورك
كواحد من أهم المؤسسات العلمية التي تعنى بدراسة التاريخ الطبيعي للكرة الأرضية منذ فترة ما قبل التاريخ وحتى يومنا هذا. أكثر من 32 مليون عينة مختلفة يضمها المتحف الذي يعد الأكبر على مستوى العالم ويرتاده سنوياً نحو 5 ملايين زائر. This is a scientific institution. It's got to be at the cutting edge. هذه مؤسسة علمية ويجب أن تبقى في الطليعة دائما، ونحن نقوم اليوم بجمع العينات بطريقة مختلفة عن الماضي، لكن عملية تطوير المتحف مستمرة، حيث أصبحت الزيارة الآن تشهد حالة من التفاعل مع محتويات المتحف وهي تجربة فريدة. وتعد قاعة الحفريات التي تمثل عصر الديناصورات الأكثر شهرة على مستوى العالم، وتضم أكبر مجموعة من الحفريات الفقارية للحيوانات العملاقة المنقرضة التي استوطنت الكرة الأرضية منذ آلاف السنين. ولا تقل القاعة المخصصة للحياة البحرية في المحيطات شهرة وجمالا، وتضم نموذجا بالحجم الطبيعي للحوت الأزرق الذي يمتد لأكثر من 90 قدما، تحيط به مجموعة من الأفلام الوثائقية توضح طبيعة الحياة البحرية في المحيطات والبحار، وتعتبر الأكثر جذبا للأطفال من كافة الفئات العمرية. ما هو التحنيط؟ ومن يفسر لنا معناه؟ إنه نوع من الصور ثلاثية الأبعاد، ويبدو فيها الحيوان طبيعياً. إنه وصف جيد، وهنا أريدكم أن تفكروا في البعد الرابع لتجربة التحنيط، وهو نحن، الناس، لأنه ليس هناك تحنيط ما لم يكن من صنع البشر. وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي المتحف على الآلاف من المجسمات الكاملة للعديد من الحيوانات في بيئتها الحقيقية التي كان الاقتراب منها يعتبر ضربا من الخيال. من الصعب أن نرى الحيوانات المعروضة في المتحف في الطبيعة، أما هنا فيمكننا أن نشاهد جمالها. قضاء ليلة في متحف التاريخ الطبيعي من أبرز وأهم النشاطات التي تتاح لنحو 500 طفل لقضاء ليلة كاملة في المتحف، لتولد نوعا من التواصل المباشر مع مكونات مختلفة في تجربة مثيرة وشيقة. من هنا جاءت فكرة الفيلم الشهير ليلى في المتحف الذي حقق نجاحا كبيرا. على الرغم من الكلفة العالية لهذه المتاحف، إلا أنها تبقى مفتوحة أمام مئات الآلاف من الزوار دون أن يجبروا على دفع أي أموال لدخولها أو المشاركة في أنشطتها. هبة البدور لبرنامج صباح الشارقة، نيويورك. إذن مشاهدينا، شفنا هذا التقرير من خلاله تعرفنا على هذا المتحف المتميز، فعلا انه جميل جدا، وان شاء الله بنحاول دائما في حلقاتنا ان يكون لنا جولات في دول العالم من خلال هذه التقارير الحصريه في برنامج صباح الشارقه. نرجع مشاهدينا لسؤالنا لليوم، وطبعا بناخذ مجموعه من الاتصالات حتى نتعرف منه وتوصل للاجابه الصحيحه. وسؤالنا كان: متى سيقام مهرجان المسرح الخليجي في الشارقة؟ ناخذ أول اتصال معنا. السلام عليكم. عليكم السلام. يا هلا وسهلا، من ويانا؟ معك فاطمة. حياك الله يا فاطمة، من وين اتصالك؟ أنا من دبي. يا هلا وسهلا، شو الإجابة؟ إن شاء الله من 17/5 إلى 24/5، يعني اليوم، من 17 اليوم إلى 24/5. إن شاء الله تكون إجابة صحيحة، شكرا يا فاطمة على اتصالك. اتصال آخر، السلام عليكم. عليكم السلام. يا هلا وسهلا، من ويانا؟ ليان. ليان، من وين اتصالتش؟ من الشارقة. يا هلا وسهلا، شو الإجابة؟ من 17/5 ل 24/5. زين زين، كيف عرفتي الإجابة ليان؟ عشان معنا فارس. طيب ناخذ اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هلا وسهلا، من ويانا؟ أهلين. محمد معتصم عواض. من وين اتصالك يا محمد؟ من الشارقة. يا هلا وسهلا، شو الإجابة؟ من 17/5 إلى 24/5. إن شاء الله تكون إجابة صحيحة، شكرا محمد. واتصال آخر، السلام عليكم. عليكم السلام. يا هلا وسهلا.
يسعد صباحك. يسعد صباحك بالورد. هلا من ويانا؟ مع البرنامج. تسلمين. وياك بتول من الشارجة. يا هلا ومرحبا يا بتول. هلا والله. أول مرة تكلمينا؟ اي نعم، اخيرا صاد ويا الخط. يا هلا وسهلا، ان شاء الله كل يوم يكون وياك الخط موجود. الله يسلمك. شو الإجابة حبيبتي؟ من اليوم لين 24/5. ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه يا بتول. شكرا جزيلا على اتصالك. ناخذ وياكم مشاهدينا ننتقل اللي حدث في مثل هذا اليوم، اللي من خلاله نحاول ان نقدم لكم بعض الاحداث اللي صارت طبعا في الاعوام مختلفه ولكن في مثل هذا اليوم. نبتدي وياكم طبعا في مثل هذا اليوم 17 مايو من عام 1749 ولادة إدوارد جينر، دكتور إنجليزي ومكتشف مصل الجدري. وفي نفس هذا اليوم من عام 1949 المملكة المتحدة تعترف باستقلال جمهورية إيرلندا. وفي نفس هذا اليوم من عام 1954 إلغاء الفصل العنصري في مدارس الولايات المتحدة. وأيضا في مثل هذا اليوم من عام 1995 جاك شيراك يتولى رئاسة فرنسا خلفا لفرانسوا ميتيران. وأخيرا في مثل هذا اليوم طبعا هو اليوم العالمي للاتصالات السلكية واللاسلكية. إذن مشاهدينا نعود ونستقبل اتصالاتكم ونشوف من توصل للإجابة الصحيحة. ناخذ اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام. يا هلا وسهلا. حالك بخير. يا هلا وسهلا، مرحبا، من ويانا؟ معك سهام. سهام، يا هلا يا سهام، من وين اتصالك؟ راس الخيمة. يا هلا وسهلا، تعبان اليوم الصوت شوية، سلامات. آه والله أني وصل. سلامات، ما تشوفين شر يعني. نحن ولا انتو يا ربي. الله يسلمك، تفضلي عزيزتي، شو الإجابة؟ من 17/5 إلى 24/5. إن شاء الله تكون إجابة صحيحة يا سام، شكرا على اتصالك، ما تشوفين شر. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، من ويانا؟ معك آلاء من عزمان. يا هلا يا آلاء، شو الإجابة؟ من 17 مايو إلى 24. إن شاء الله تكون إجابة صحيحة. شكراً يا آلاء على اتصالك. ناخذ بعد اتصالتنا. نعيد السؤال، متى سيقام مهرجان الخليج المسرحي؟ طبعاً هذا المهرجان يعني نحن نبغي التاريخ من متى لين متى، مثل ما شفتوا يعني اللي اتصلوا وجاوبوا وكيف قالوا التاريخ، متى سيقام مهرجان المسرح الخليجي في الشارقة؟ اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، من ويانا؟ البراء. حياك الله يا البراء، من وين الاتصال؟ من أبو ظبي. يا هلا وسهلا، شو الإجابة؟ من 17/5 اللي هو اليوم لتاريخ 24/5. إن شاء الله تكون إجابة صحيحة. أنا ما بقول إن شاء الله تكون إجابة صحيحة، بقول أبا إجابة خاطئة. ناخذ اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. صباح الخير. صباح النور، يا هلا. يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك، من ويانا؟ تالا. تالا، حياك الله يا تالا، بس خفي صوت التلفزيون، سمعينا من التلفون، شو الإجابة؟ اللي هو من 17 مايو إلى 24 مايو إن شاء الله. إن شاء الله تكون إجابة صحيحة. شكرا يا تالا على اتصالك. إذن مشاهدينا ما زلنا متواصلين وياكم بعد فاصل قصير. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، ووصلنا طبعا لوقت ضيوفنا اللي من خلال هذه الاستضافات نتطرق لكثير من الموضوعات طبعا الاجتماعية والأسرية والمواضيع العامة.
طبعا اليوم بنتكلم عن العلاقة الزوجية والثقة في العلاقة الزوجية. طبعا هناك أسس لاستمرار العلاقة بين أي اثنين متزوجين، يعني التفاهم دائما مطلوب، أيضا الثقة موجودة والتقدير موجودين بينهم، لازم يكون موجودين بينهم حتى تستمر الحياة بينهم. اليوم بنتكلم عن أهمية الثقة بين الزوج والزوجة، اللي ربما فقدان الثقة ومن خلال فقدان الثقة صعب أن تستمر الحياة بينهم. اليوم الثقة، ثقة الزوج بزوجته والعكس أيضا، ضرورية جدا لاستمرار هذه العلاقة البعيدة تماما عن الشك واللي يكون فيها التفاهم هو الطاغي. بنتكلم أكثر عن هذا الموضوع ويا الاستشارية النفسية والأسرية الأستاذة عايشة الحويدي. صباح الخير، يا هلا وسهلا. صباح النور، حياكم الله وشكرا على هذه الاستضافة. يا هلا وسهلا، أكيد أنت صاحبة مكان وتعودنا دائما ناخذ من حواراتك نستفيد كثير طبعا من المعلومات. بداية نتكلم اليوم عن الثقة بين الأزواج، ما أهمية الثقة بين الأزواج؟ أول شيء احنا نقول طبعا أعظم علاقة على وجه الأرض ألا وهي علاقة العلاقة بين الزوج والزوجة. يمكن آية عظيمة طبعا أصلت هذا المعنى، قال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. واللباس يعني أو يحمل معاني كثيرة. صحيح. اللباس يعني الستر. نعم. يعني الجمال، الدفء، يعني الحنان. نعم. يعني الحب، يعني كل شيء جميل. نعم. لذلك احنا نقول يعني اللي هي المطلوب هي الثقة بين الأزواج، وهذه يمكن أهم قاعدة ألا وهي انعدام الثقة طبعا. نعم. شيء صعب في الحياة الأسرية. صحيح. طيب أستاذ، اليوم كيف نقدر نبني علاقة قوية مبنية على الثقة، خصوصا إذا كان أحد الطرفين طبيعته ما يوضع الثقة بسهولة في الشخص اللي أمامه أو من نوع الشكاك مثل ما نقول؟ صحيح. كيف نقدر نبني هذه العلاقة؟ والله يا أختي، شوفي يا أختي بهيثة، يمكن هو العلاقة الأسرية احنا نقول دائما هي علاقة يفترض أن تكون علاقة قائمة على التناغم وعلى الحب وعلى التقدير. في حالة أن يعني واحد من الأزواج، إما الزوجة أو الزوج، هنا يفترض أن احنا ننظر إعادة النظر في هذه المسألة ونحاول نتقرب إلى بعض. الحوار هو يفتح مثل ما نقول يفتح المجال أمامنا، احنا نشوف مثل ما نقول نتقرب أكثر من بعض. نعم، جميل. طيب يعني شو الأمور اللي نقدر نقول إنها ممكن تهز الثقة بين الزوجين؟ اللي هي عدم المصداقية. حقيقة في حالة أن هذا إن كان الزوج أو الزوجة ما عندهم نوع مثلا من الصدق أو مثلا الشك. أحيانا مثل المواقف هي بنفسها هي تستدعي، يعني مثل ما أقول أحيانا الزوج تحصل منها مواقف هي بالفعل تخلي الزوجة أيضا مثل ما أقول يدخل في قلبها نوع من الشك، وكذلك الزوجة. لذلك إحنا نبتعد عن هاي المواقف اللي هي تسبب، ونحاول مثل ما أقول نتقرب البعض أكثر، وما نعطي مجال لهذه يعني الانفصال بين. نعم. هاي العلاقة الطيبة. نعم. طيب اليوم مجرد وجود الشك حتى لو لمرة واحدة مثلا، يعني حتى لو الحياة مستقرة تماما لكن صار شك مرة واحدة في شيء معين، هل ممكن هذا الشك يؤثر على استمرار العلاقة الزوجية؟ هو والله هو الشك سبحان الله بهيثة، هو قد تكون ما دام بين الاثنين شك تكون حياة عادية. أو يعني لا قد إذا صار هذا الإنس أو هذا الزوج مثلا دائم الشك وهي الزوجة دائمة الشك، هني قد يوصل الأمر الانفصال، وإحنا هذا اللي ما نبغيه أبدا، لأن الحياة أكبر، الحياة الأسرية إحنا دائما نقول إن هي فيها نوع من الحب ومن الحميمية. وإحنا الله مالك الفضل في دولة تسعى إلى الاستقرار، الأسر الآمنة، الأسر المستقرة، إن كان فيها شك طيب ليش هذه الشكوك؟ صحيح. نعم صحيح. إنزين اليوم لو صار مثلا وفقدت الثقة بين الزوجين سواء في موقف أو في أكثر من موقف، كيف يقدرون يستردون العلاقة من أول وجديد؟ هي استعادة هذه العلاقة بأن نغلق الملفات ولا ننبش عن الماضي وما في الماضي من أخطاء. لأن كل إنسان له أسراره وله ماضي، ويمكن سبحان الله في فترة مثلا ضعف أو شيء في فترة شبابه، إذا نحن أقول نفتح نسكر هذه الملفات بحيث أن احنا خلاص نبدأ صفحة يعني جديدة فيها مثل ما أقول العطاء وفيها الثقة وفيها الحب وفيها كل شيء جميل.
طيب استاذة، دائما يقولوا انه يعني الزوجة ما تعطي المجال لزوجها مثلا انه يكون يعني عنده وقت خاص فيه، هذا اللي يمكن يخليها دائما تشك او يخليه هو ممكن يتجه لعدم المصداقية وياها. اليوم لا، انت فاضي مثلا، ما عندك دوام، ما عندك، تقعد وياي، تكون موجود في البيت مع الاولاد. فالبعض يقولون ان لازم الزوجة بعد تعطي مجال لزوجها يكون مع اصدقاء، يكون عنده يعني وقت خاص فيه، يعني يروح وين ما يبى. فهل انت تشوفين ان هذا الشيء صحيح يعني، او ممكن يسبب عدم الثقة؟ لا، هي الموازنة طيبة، يعني ما عليه، ترى بعد الزوج عليه التزامات، له اصدقاء، ما في مانع ان يظهر الحياة تستمر وتكون مثل، وهي مثل ما قلت تنظيم هذا الوقت بحيث ان يكون مثلا وقت للزوجة، وقت او مثل ما اقول اكيد معظم الوقت للزوجة والاولاد، لكن بعد يتنفس يظهر، ما في مانع. اكيد هذا الانسان، انا اقول بهذا يعني، طالما انه طالع من بيئة طيبة، نشأ يعني او نشأ على احسن تربيه، اذا هنا ما عليه خوف. بس الزوجه تخاف من اصدقاء السوء، تقول لك لا اصدقاء السوء بيخربون مخك. لا، في اصدقاء ما شاء الله يحثونك على الخير، مش كل الاصدقاء اليوم هم اصدقاء سوء، بالعكس يعني خلي له. اكيد هي اكيد طبعا في البدايه سائل منو هو وشو هو شخصيته وشو هو يعني وهو يعني شو اخلاقه. لذلك لا يعني احنا بعد ما نحجم الشيء، وما مثل ما اقول يعني الزوجه ما تقصص على الزوجه لدرجه ان هي تطلع من طوره. لا له، لا ما اقول مثلا، احنا دائما اقول اكيد هذا الزوج يتحمل المسؤوليه ولا يتنصل. مسألة أن وجوده في البيت أكيد ضروري، وأكيد أن يعطي مساحة لهذا المجال، لكن بعد إذا ظهر ما فيه يعني بيظهر للدوام عند أصدق، بعد عنده مثلا زملاء العمل قد هي بتكون شكاك. لأن في أحيانا والله يعني ممكن من الحالات اللي مرت علينا الزوجة اللي هي لدرجة أنه وصلت أنه تتابع زوجها بشكل غير طبيعي، هني تعبت في النهاية وسمعت كلام فعلا أداها من زوجة. إيه طبيعي يعني، لأن أي شيء انزاد درجة يعني عفوا على الكلمة، ليش تذلين نفسك يعني وتلاحقيني مكان لمكان؟ يعني هو ما في شيء إن شاء الله بإذن الله تعالى، لكن الواحد دائما احنا نتعامل مع الشخص أو الخاصة الزوج بالتقدير وباحترام وأثق في قدراته وأثق في إمكاناته. نعم. طيب الدخول في الخصوصيات لكل منهم، هل هذا ممكن يكون بسبب شك، أو ممكن يسبب يعني شك أو عدم الثقة؟ يعني اليوم مثلا الزوج هل له حق أنه يمسك تليفون زوجته مثلا ويفتش فيه، رغم أنه في المقابل هي ممنوع تمسك تلفونه، وإذا حتى صار الحوار يقول لك لا أنا ريال، أنا من حقي أمسك تلفونه، هي مو من حقها تمسك التلفون. هل هذه الأمور ممكن يعني تزعزع الثقة نوعا ما؟ هي والله شوفي أختي أبو هيثة، كل إنسان له أسرار الخاصة، ومن معناها أن مثل هذا التليفون، هذا الموبايل قد يحمل أشياء مثلا تتعدى الخط الأحمر، قد يكون هو مثل هذا الموبايل فيه مثلا طبعا أرقام هواتف أصدقائه، وهو في حد ذاته أنه ما يحب مثلا يطلع، ما بشرط، أو مثلا فيه مثلا قد تكون اللي هي الرسائل مثلا المحادثات الموجودة، محادثات شبابية مثلا، هي ما تتعدى الخط الأحمر، لكن مش حلوة من الزوج أن تفتش. صحيح. لأن أنا أقول دائما العلاقة هي علاقة قوية جدا، إذا زعزعت هذه العلاقة هني ما بحلوة، هو مثل يشوفه وهي ماسكة تليفون وياس تفتشي، والعكس يعني احنا مثل مرت علي من ضمن الحالات في برنامج، مثلا في برنامج من اللي نقدمه، أول يوم زواج تخيلي يقول له حلفي على القرآنك أنك أنت مالك علاقة سابقا بأي يعني شخص. طيب أنت ما سألت عن هذه الشخصة، ما سألت عن أخلاقها، اليوم جاي تحاتب اسمها تقولي أنا خلاص ما محتاج أني أعيش وياها. قلت لا يعني هذا مش مبرر أنك أنت أنه ما تستمر الحياة. لكن بالعكس أنت اصبري، وقد يكون هذا الإنسان يمكن حتى هذا الشخص صحيح. ممكن شوي بحكم البيئة اللي هو عاش فيها خلقت عنده نوع من الشك، وأحيانا بعد حتى والله لو مش البيئة، لو مجرد يسمع قصص يصير خلاص حكايات. عند هذا التخوف. طيب أستاذة، خلينا نحن ننتقل ونشوف رأي الناس حول كيفية كسب الثقة من جديد في العلاقة الزوجية، نشوفه وياكم مشاهدينا وراجعين. بالنسبة للعلاقة بين الزوج والزوجة، ما ينفعش فيها مراقبة شديدة، يعني بتبقى مراقبة بسيطة،
ولا هي تخنقه ولا هو يخنقها. حتى لو هم مخطوبين ما ينفعش برضو ان هم يخنقوا على بعض، ما ينفعش ان احنا نراقب بعض، نسال بعض تاخرت ليه، كان فيها ممكن يكون اطمئنان، مش شرط تبقى عدم ثقه، لكن لازم الثقه تكون موجوده. لو مفيش ثقه يبقى ما يعيشوش مع بعض احسن. انا من النوع اللي ما اشجع الرقابه، على اساس ان الواحد بيتعب اذا راقب الشخص الثاني، والثقه لابد تكون موجوده بين الزوجين. بالنسبه لموضوع التفتيش والتحركات، مراقبه تحركات الزوج للزوجه او الزوجه للزوج، طبعا انا ضد هالموضوع، لان في مصداقيه والثقه، وهي طبعا تكسر الاواصر بين الزوجين، وممكن تؤدي الى مشاكل خارج عن اراده الجميع. المفروض يكون في صراحه، مو انه مثلا هي تدقدس من وراء او هو يقعد يفتش، لا، المفروض انه مثلا يكون في صراحه بالموضوع، يكونوا صريحين مع بعض ويتناقشوا ويحكوا بشفافيه مع بعض. انا لو مراتي بتراقب عليا بعتبره من نوع من الاهتمام، يعني انه ما بزعل، ما بتضايق، يعني بالعكس ده حاجه تبسط الواحد. من وجهه نظري ان الزوج او الزوجه ما يرتبطون في بعض الا يكون ثقه من بينهم. وبعد من وجهه نظري ان الزوجه ما تراقب زوجها او ان الزوج ما يراقب الزوجه، لانه يمكن يفتحون على عمرهم باب يكون يمكن الموضوع ما في شيء اصلا. إذن مشاهدينا شفنا آراء الناس، يعني الأغلب يقول أن الأفضل أن يكون في ثقة وفي صراحة، والأغلب ضد أن فكرة مثل ما قلنا أن يفتش في تلفونها أو العكس تماما. لكن إلا واحد من الأخوان قال أن هذا الشيء يسعده، وهي يعني آراء. لكن لو نتكلم اليوم عن وصول أحد الطرفين لمرحلة الشك، يعني كيف الحل في مثل هذه الطريقة؟ اليوم زوجي شك في زوجته مثلا، حتى لو كانت زينة وما مسوية شيء، لكن هو عنده الشك في داخله. وهاي يمكن حالة مرت علي، مرت يعني حقيقة بدون بالله من كلمة، أنا مرت علي أن هذا الزوج شك غريب لدرجة أن حارم هاي اللي هي الزوجة ما تروح بيتها، هلا يشك حتى في أخوانه، يطلب منها ما تسلم، ما تصافح أخوانه وما تجلس وياهم، وإذا مثلا زارت هلا مو بأكثر من ساعة أو ساعتين فقط. بس لحظة أستاذة، يعني شدتيني لنقطة معينة. اليوم نوضح الفرق بين الغيرة والشك، لأن البعض إذا مجرد مثلا ما شعرت أن زوجها يغار عليها، هو يغار عليها، تقول أنه شكاك، أو ممكن أن العكس يكون صحيح. وفي غيرة تؤدي إلى الشك. صح. فنوضح شوي بس بينهم الفرق. طبعا هو بالنسبة للغيرة، الغيرة المحمودة هي بالعكس إيجابية وطيبة. مثلا يمكن مر بعد نفسه، لأن بحكم إحنا دائما متواصلين وكذا، في مثلا زوج بدأ حياته، طبعا هاي الإنسانة قد تكون من نوع مش ملتزمة مثلا، فطلب منه ما تكون العباءة مفتوحة، ما رضت لدرجة أنه خذت اللي هي جهاز التلفزيون وطبعا فرت عليه. فما يازله، لا بالعكس، هني انا اقول هذا الشخص، هذا الزوج طالما انه يعني يحب يحافظ عليك، اكيد يحافظ على مثل ما نقول كل شيء، سمعتها، اخلاقها، حتى شكلها الخارجي، تعرفي سبحان الله ترى الحرمه فتنه، لذلك نعم. هذا الزوج لما يحافظ على زوجته ما في مانع. الغيره مثلا اذا كانت في مثلا بنقول في مجتمع مثلا رجال، صح من حقه انه هو يقول له ما 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 يحب انه مثلا لا تخاطب الرجال مثلا في حدود يعني، او تتعدى الثوابت والقيم، او مثلا هاي اللي هي يصير اللي هي من مثل ما نقول التواصل الاجتماعي اللي واتساب او الطرش، وهذا اكيد هو بيغار في جوانب طبيعي. في جمعة الاهل مثلا ما بحلوه مثلا، والله بتتكلم ويا أخوه أو بتتكلم ويا حد مثلا من المحارب، أكيد هو بيغار، أكيد هذا شيء هاي غير موجود. لكن الشك هذا هاي شوي يمكن أكيد يمكن هذا الشخص بحكم مثل ما نقول عاش في بيئة كذا، أو مثلا حتى اللي حواليه شككوا في شيء معين، مر بموقف كان في خطأ في مثلا ماضي، في ماضي مثلا خطأ بخطأ، هني خلاص أصبح وايد يرص على هذه الحرمة. صحيح. طيب أستاذة، اليوم مصارحت الطرفين بأمور يعني حدثت في الماضي قبل ارتباطهم مثلا، هل هذا يأثر على العلاقة الزوجية على المدى البعيد؟ يعني ممكن مع أول خلاف بينهم إن مثلا يفتحون لبعض ملفات قديمة؟ طبعا يأثر، أول شيء أثر عليه هو أكيد، مهما يكون بتقول له مثلا، وخاصة الزوجة يعني لو كان مثلا عندها ماضي خلاص تسكر الملف أبدا، لأن أكيد
بعد بنشتغل او مثلا بيصبح انسان مثلا عنده نوع من الشك وعنده نوع من الغيره. يمكن مر وحده مثلا مر علينا هذا مثلا الموقف، تقولي انا يعني صارحت عيالي في كان موقف كان سابقا مثلا، قلت له لا تهزين، ليش هزيتي الصوره؟ لان سبحان الله انا ما اعرف مستوى الاولاد ومستوى تفكيرهم. صحيح. انا ام في حد ذاتي لما يكون في شيء مثلا في من الماضي صار اي خلل نفس الشيء، انا اقول نسكر الملفات خلاص. شو لو مثلا على المدى البعيد بعد العلاقه بعد الزواج بعدها بفتره اكتشف هذا الشيء وانه من البدايه ما صارحته، هنا مش ممكن يكون الشك اكثر؟ لا يسامح خلاص، اذا هو هي طبعا يفترض انه ما تقول له وهو ايضا ما يقول له على علاقاته اللي هي مثلا الخاطئه. نعم. هني اذا حصل انه صدفه مثلا عرفه او عرفته، اذا خلاص هو ملف، الملف يغلق. نعم. ونبدا ان شاء الله صفحه جديده ان شاء الله. والتسامح يعني الانسان سبحان الله احنا بشر خطائين. نعم. فان يعني نبدا لها وبالعكس يا مناس سبحان الله كان والتسامح يعني دائما. والله يا استاذه احنا نعرف جميل يمكن والله جدا. يمكن قد يكون شخص يتعاطى مخدرات اليوم اصبح من رواد المسجد. صحيح. شخص مثل الانسان مثل ما اقول يعني مثل ما قلتي يا استاذه نحن بشر وكلنا خطائين ويهدي من يشاء. بالعكس احنا نسامح ونبدا. عموما استاذه يعني سعدنا كثير بهذا الحوار، كل الشكر لك على وجودك ويانا. الاستاذه عائشه الحويدي الاستاذه النفسيه والمستشاره الاسريه، شكرا جزيلا على وجودك ويانا. اذا مشاهدينا فاصل قصير وراجعين. حياكم الله من جديد مشاهدين الكرام، فقرتنا الأخيرة مثل ما تعودتوا طبعا ويا الشيف ماجد الصباغ اللي كل حلقة يقدم لنا أكلة جميلة ويقدم لنا مفاجأة جميلة. اليوم نحن قلنا في البداية أن اليوم يمكن مفاجأته أنه بيكون في مجال التقديم وبيكون شيف اليوم، ولكن هو بعد محضر لنا مفاجأة أخرى. الشيف ماجد طبعا رحب وياك بالشيف حسني بداح اللي اليوم أيضا ينضم لنا في برنامج صباح الشارقة ويقدم لنا طبعا شيء جميل. تفضل شيف ماجد. أكيد صباح الخير للسادة المشاهدين، صباح الخير لكم لفريق العمل جميعا. مثل ما تكلمنا اليوم راح يكون معنا شوية اختلاف أو خروج عن القاعدة المعتادة، راح يكون معنا ضيف وهو زميل وصديق الشيف حسني بداح من فندق راديسون الشارقة. هو شيف الحلويات في الفندق، ما شاء الله وصفاته متميزة، فحبيت اليوم يشاركنا بوصفة بسيطة وسريعة، فخلينا نرحب سوا بالشيف حسني بداح. أهلا وسهلا فيك بصباح الشارقة. كيفك شيف؟ أهلا بك. وبصبح على المشاهدين جميعا. وشو رح نعمل اليوم؟ اليوم حنعمل الوايت شوكولات موس مع البلاك بيري والإضافة للبلو بيري والمكسرات، أو بالعربي بنسميها موس الشوكولاتة البيضاء. موس منيحي؟ كثير منيحي مو شوي. طيب الفكرة أنه الشيف حسني حكالي أنه بدنا وصفة ست البيت تعملها، وهذا على طول نحن اللي عم نقدمه. بنفس الوقت كمان بدنا الوصفة أنها تكون فيها شيء صحي، نضيف عليها بعض الأمور الصحية مثل الفواكه. فكيف رح نبدأ أو شو المقادير المعنى؟ أول شيء نحن عندنا المقادير، منبلش عندنا كريمة وحليب، حليب كريمة مخفوقة، وطبعا لازم الشوكولاتة البيضاء أكيد، وبرش ليمون، وثلاث بيضات صفار، ثلاث بيضات وسكر جيلاتين والماء. والماء منشان أول شيء إذا بدنا نعمل بدنا نحط شوية ماء بجيلاتين عشان بس يشد شوية. أيوة جيلاتين. يفضل المي تكون دافي؟ مي عادية، لا بس إنه تكمشي شوي. خلص بس بهالشكل نخلطهم شوي. طيب خليهم. هلا أول شيء شو بنعمل؟ نحن بنولع الغاز. طيب أوكي. فينا نضيفهم، فينا نضيف الحليب هلا. أوكي أوكي. حطينا الكريمة. على ما أذكر شيف نحن حكينا عن 100 جرام ب 100 ملي ب 100 ملي، هاي اثنيناتهم مع بعض ليغلوا. حلو. بعدين حطهم على جنب هون. هلا بلشوا بالكنترول يحجزوا شيف حسني، كله عم يقول خلي لي قطعتي وخلي لي قطعتي. طيب لو سمحت شيف اعطيني الويسك بس، بنحط السكر على البيض. لازم بس نحط السكر على البيض نضربه
بسرعة، ما نخلي السكر. لأقول لك ليش، لو حطيت السكر وما ضربته مع البيض بيحترق البيض. اوكي بيحترق بكبتل البيض بطل يشتغل معنا. فهي نصيحة مهمة من الشيف حسني. البيض إذا ضفناه على مقدار ساخن راح ينطبخ فيفضل إنه نحن ندوب فيه سكر لحتى يتحمل حرارة أعلى. اوكي نحن بهالوقت بنحط البرش الحامض مع الكريمة والحليب عشان واستغلي بتاخذ النكهة تبعك. صحيح اوكي. وبهالوقت كمان بنحط الفانيلا مع البيض بس بحاجة هالقد بس هالقد كنوع من النكهة. ايه نكهة بتعطي نكهة طيبة كمان. حلو. نخلطهم بهالشكل. اوكي. كان معنا 100 ml من الحليب، 100 ml من الكريمة، تقريبا عم نحكي عن نص كوب تقريبا. بالإضافة لثلاث صفارات بيض، شوية من الفانيلا، برش ليموني وحدة، ومعنا هون تقريبا كوب ونص كريمة مخفوقة. كوب ونص أو شوكولات قالب واحد. 400 جرام. كوب ونص 175 400 جرام. نعم. طيب. نحن هلا بهالشكل نحن عم نخبطهم سهلة بسيطة. ايه سهلة جدا، يعني كل بيت فيها تعملها بالبيت. صح. كل ست بيت. هلا نحن هون قربوا يغلوا شوي، اذا بتشوف الكاميرا بس شوي. طيب. ليغلوا عشان تاخذ كمان برش الليمون مع النكهة. بلش يغلوا. اول ما يغلوا بننزلهم على البيض. بننزل الحليب على البيض. بننزل الحليب على البيض. ايه نزلهم في مجال تنزليهم، مش كلهم، نزل نصهم. طيب. الأول مشان نحافظ انه ايه بس الحرارة ما تعلى. ايه مرة ما تعلى الحرارة مرة واحدة بهالشكل. نزل الباقي لو سمحت. هلأ هون الفكرة اللي عم ركز عليها الشيف حسني، انتبهوا انه ما تكون الحرارة عالية مرة واحدة على البيض لحتى ما ينطبخ معنا البيض. هلأ صح هذا المهم. هلأ انتهى هيدا. هلا شو الفكره؟ هلا نحن نزلنا الكريمه مع الحليب، هي عم تغلي على المي. صح. هلا بالنسبه للبيض، هلا تاكدنا نحن رفعت حرارته ل 80 درجه مئويه. اوكي. هلا ما في خطر انه واحد ياكل البيض، يعني شو اسمه تعقب. مش يتعقب. أيوة. البيض كمان ما في خطر السلمونيلا ولا شو اسمه. صح. نحن هلا جاهز بهالشكل. نحن بدنا نبرد المقدار هذا. بهالوقت شو بنعمل نحن؟ منجيب الكاسات لو سمحت شيف. كاسات الفاضية. ايه لو سمحت. طيب. هدول اللي بنسكب فيهم هلا. ايه نحن ممكن نختار كاسات، ممكن نختار اي طبق بدنا اياه. اي كاسة بدي اياها لو سمحت. طيب شو بدنا نعمل فيهم؟ بدك تحط لي لو سمحت حط لي بلاك بيري بالكعب. طيب هلا اللي معنا هون نحن هاي فكرة انه نضيف فواكه للموس. ممكن معنا التوت. ممكن التوت الأحمر. التوت الأحمر كمان بيجي لونه حلو كمان مع الهيدا. طيب أي ممكن نحط كرز، عنب، أي شيء. أي أي شيء. أي شيء. أوكي. بهالحالة كمان بنكون ضفنا. هلا نحن بهالوقت نحن طالما 80 درجة حرارة الهيدا نحن عندنا الهليب. صح. فمننزل هالشقة البيضة بذوبها. بنذوبها، خلي ثلاث قطع منزين فيهم هلا. أوكي. ما مشكلة. نتركهم. لا يذوبوا. لا يذوبوا دقيقة دقيقتين لحاله لأنه بياخد على بعضه بيذوب. أيوة سهل بهالشكل. حلو. شوف كيف بلش يكسر ويعيد. تكون دقيقة دقيقتين. هلأ فينا نستخدم شوكولات سودا مثلا؟ فيك طبعا. فيك طبعا، اختياري طبعا. طب هلأ كقيمة صحية يمكن الشوكولات سودا فيها فائدة أكثر. خلينا نتكلم شوي على الشوكولات. أقول لك شغلة، ثلاث أنواع شوكولات. في بيضة، في الميلك، وفي السودا. هلا هيدي البيضة ما تعتبر شوكليت. هي عبارة عن شو؟ عبارة حليب، كوكو باتا، سكر. زبدة الكاكاو. كاكاو. زبدة الكاكاو. الميلك هيدي ميلك شوكليت. بتكون شوية فيها. الشعرة ميلك شوكليت، هيدي عنا ميلك شوكليت. طالعة على الكاميرا. هيدي بتكون طالعة على الكاميرا. هاي شو بتكون؟ حليب، سكر، كوكو باتر، وكاكاو. أيوة. كيف؟ أوكي. السودة سكر، كاكاو، كوكو باتر. ما فيها ميلك. ما فيها ميلك بالمرة. أوكي. هلا كمان السودا بتجي كمان أنواع. في عندك درجات. درجات 50%، 55%، 58%، 60%، 70%. للحلو شو أنسب شيء؟ مشان ما يكون مر بعد السواد. أفضل شيء من 50% ل 60%. من 50% ل 60% أفضل شيء. شوف شو عنا صار نحن هلا هون الشوكولاتة ديابت. شايف؟ طيب. هلا بنحركها شوي شوي. إذا لو سمحت عندك في بولي أكبر. إيه موجود عنا هون. إيه. لحتى نخلط المقادير. أيوة. مع بعض. كيف شوف هون.
اوكي شكل بس خليها تدوب شوي نتاكد انه دابت حلو يعني طريقه مثل ما شايفين سهله هلا اذا واحد بده اسرع شوي لو في عنده مثلا لو عنده مثلا شويه ثلج ممكن يدوبها بسرعه اوكي ممكن يدوبها بسرعه شويه ثلج او يبردها بسرعه يبردها بحطها بكعبه بكعب هذا شويه ثلج بتبرد بسرعه مع انه ما بدنا نضيف الكريمه عليها لا هلا شوي بعدها سخنه شوي خليها تبرد شيء طيب. بس هلا نحن حطينا هول حركها شوي اوكي كيف طيب صارت حرارتها معقوله بحدود ال 40 هلا فبتتحمل الكريمه بتتحمل ل 30 درجه حراره ممكن تضيف الكريمه طيب عارف كيف خلينا نضيفها لنشوف كيف تكون خطوتنا ايه ما في تاني. مشكله طيب نضيف الكريمه عليها وانا راح اجهز لك القالب في عنا جيلاتين كمان مش ايه بهاي المرحله بلا احطها قبل ما ادهش اسمه طبعا في جيلاتين بالاوتيلات نحن بنستخدم جيلاتين الشفاف الاوراق بيكون لكن مش متوفر بالسوق كثير صعب على بالسوق صعبه وبعدين في شغله بدات تحطه بمي بارده بالاول ثلج ومي عشان يبرد عشان يطرى وترجع تسخنه وترجع مش متوفر مش مساله احسن بس ولكن أسهل. أسهل. اسهل على ست البيت يعني تستعمله واهم شيء ناخذه بدون نكهه هلا نحن شو عندنا صار عندنا داب الجيلاتين والشوكليت والكريمه والسكر كله صار جاهز ناقصنا اللي احنا الكريمه المخفوقه دائما 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 الكريمه بنضيفها اخر شيء دائما الكريمه حتى ما نخسر الانتفاخ عشان نخسر الانتفاخ حلو هلا شو بصير معنا هون يلا اوكي لو سمحت هلا قبل ما بدي استعين بس بالمضرب معنا شوي اوكي هلا راح نستمر بخف اون لانه الوقت صار يسبقنا خلينا نستمر بخف اون بعدين راح نسكبهم هون ونشوف كيف بنزين فخلينا نطلع هذا الفاصل الصغير نحن راح نستمر بالخفاء بعد الفاصل ان شاء الله راح نتعرف كيف بيكون طريقه السكب والتزيين والتقديم استنونا بعد الفاصل مشاهدينا متواصلين وياكم وشفنا طبعا كيف طريقة يعني سكب هذا الحلو الجميل اللي سوى لنا اياه اليوم طبعا الشيف اللي موجود ويانا اليوم شفناه على الشاشة وبنشوفه وياكم هذه طبعا هذا الشكل النهائي لحلويات اليوم ونحن طبعا نشكر الشيف حسني بداح اليوم على وجوده ويانا ونشكره أيضا على الحلويات الجميلة اللي سويت لنا اياها هذه طبعا الشكل النهائي طيب هلا نحن عم نزينها طبعا بعد ما خلطناها سكبناها بدها ترتاح في البراد نص ساعه صح يا شيف صحيح. او لحتى تمسك يعني ممكن واحد يعملها قبل بيوم تحطها بتكون افضل بتكون طيب. افضل يعني ممكن تتم يوم في الثلاجه نعم ما بتكون صلبه هي على فكره بتكون مو سهل كثير طيب هاي الشكل النهائي لاطباقنا او تقريبا الشكل النهائي ما ضل غير انه اكيد نتشكر الشيف حسني على وجوده معنا كل الشكر لك شيف شكرا كثير لهالفقره الحلوه شكرا لك شيف واكيد انا بدي اتشكر للساده المشاهدين اللي تابعونا شكر لك بو هيثا لكل فريق العمل كمان الموجود على امل نلتقي السبت الجاي ان شاء الله ان شاء الله كل الشكر لك شيف حسني بداح نورتنا اليوم شكرا كثير لك شكرا على استضافتكم كمان حياك الله كل الشكر شيف ماجد الصباغ اليوم كان طبعا زميلي في تقديم كل الشكر لك وأكيد كل الشكر لكم مشاهدين على المتابعة كان سؤالنا لليوم عن مهرجان المسرح الخليجي متى بينطلق ولمتى بيستمر عفوا وطبعا الإجابة مثل ما كل اللي اتصلوا وجاوبوا من 17 ل 24 الشهر والفائزة معنا هي فاطمة محمود من دبي اللي كانت أول متصلة ويانا ألف مبروك يا فاطمة وطبعا نذكر مشاهدينا أن اليوم هذا المهرجان المسرحي الضخم بينطلق في إمارة الشارقة في الدورة 13 طبعا بحضور وتشريف سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والشخصية أيضا المكرمة لهذا العام كشخصية العام للمسرح والداعم الأساسي للمسرح الخليجي والعربي وأيضا بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وبيكون طبعا الانطلاق والبداية ويا عرض مسرحية الدومينو طبعا للفرق الإماراتية من الفرق الإماراتية طبعا تأليف طلال محمود وإخراج مروان عبد الله صالح إن شاء الله يكون طبعا
عروض جميلة، الدعوة عامة للجميع لحضور أيام المهرجان، وإن شاء الله نحن بنلتقيكم في حلقة جديدة باتشر من صباح الشارقة، نشوفكم على خير. تحيات كل طاقم العمل، أنا بوهيثة وطاقم العمل، منتج فني محمد ثناء، وأيضا هذه الحلقة من إخراج المتميزة عايدة بطي، ونشوفكم على خير إن شاء الله في أمان الله.